ننتقل بقى لموضوع او ملف تاني، وحاجه مشرفه جدا، وزي ما احنا توقعنا حقيقي فوز وميداليات كتيره في منتخب مصر او من منتخب مصر للكاراتيه اللي احتل هنا، بنتكلم المركز الثاني في بطوله العالم اللي استضافتها الامارات، ويمكن اتكلمنا برضو عن الخبر ده بالامس، ولكن ده الجديد بقى. نتكلم هنا ان حقق لاعبي مصر المركز الثاني في الترتيب العام للبطوله، طبعا انجاز تاريخي يعني غير مسبوق، ده خلف منتخب اليابان المتصدر. حصدوا هنا بنتكلم 8 ميداليات متنوعه، 3 ذهبيات، فضيتين، 3 برونزيات، ومش كده وبس، كمان منتخب مصر توج بلقب بطوله العالم للكاراتيه لاصحاب الهمم، يعني بجد نقعد نقول الفئه ومش الفئه، لا، الفئه دي هي اللي بتشرفك، الفئه دي بترفع اسم مصر في المحافل الدوليه، فحاجه بجد يعني محترمه جدا. وتفوقوا، خليني اقول لحضراتكم كمان، على يعني الفئه اللي بتاعتنا دي اللي احنا بنتكلم بيها واللي البعض بيقلل منها، تفوقوا على منتخبات اسبانيا وعلى المجر وعلى رومانيا وامريكا وفرنسا والبرازيل وايطاليا والمانيا واذربيجان والبرتغال واوكرانيا، في كده؟ عظمه، في كده؟ عظمه، فحاجه فعلا مشرفه. وكمان من ضمن النتائج الرائعه جدا ان منتخب مصر لسيدات الكاراتيه اللي هي الكوميتيه توج بذهبيه بطوله العالم، بعد كان كمان عروض قويه جدا من الفريق المصري ده على مدار مشواره طبعا بالبطوله، وبيضم منتخب مصر كمان الثلاثي هنا في ريال اشرف صاحب ذهبيه اولمبياد طوكيو طبعا، ومنا شعبان وسهيله ابو اسماعيل، فحاجه يعني هقول ايه، مش هنقول حاجه بقى، خلاص باختصار عشان الوقت، عظم على عظم.